المستقبليه قلنا له هنتحمل. فعلا الرئيس ما كانش فيه برنامج انتخابي، لكن لما نيجي نبص على المشروعات اللي تمت في عهده في 3 سنين ونص حاجه فعلا ضرب من الخيال. عاصمه خاصه من 4 سنين لكن قلنا ان احنا نبدا نستمع كلمات الناس اللي يمكن تكون سيد النائب محمد اسماعيل نائب دلوقتي. النائب فعلا الجليل كان رئيس برلمان الأرض المتوسطي النائب محمد ابو العيني رجل الاعمال المحترم. تقدير وعرفان الى والدنا ووالد السياسه كلها الحاج محمد البطران. على فكره نائبنا صبح الدالي النائب بكر ابو غريب اخونا الغالي المحترم، وتحيه تقدير وعرفان لمشايخنا ولجميع يعني سليني في مدن القنال اللي تبرع بيها الانجليز زي ما تبرع زمان عبد الرحمن، وكانت اول ثوره في الاسلام او اول احداث في الاسلام. من جراء الكلام ده قتل الخليفه عثمان، ثم سيدنا طلحه بن عبيد الله، ثم سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ثم سيدنا علي بن ابي طالب والحسن والحسين، وتوالت الفتن. هو ده اللي حصل في احداث يناير بالظبط.